أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت أهل للحمد، أنت أهل للثناء، أنت أهل للشكر، أنت أهل للتقوى، أنت أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملكك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق ولادي الصراط المستقيم. بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتستير بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، سيادي للياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى وبوجودي معكم في هذا البرنامج المبارك. يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفع كل المستمعين وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم. اليوم غادي نوقفوا مع واحد دعاء آخر من الأدعية اللي كيقولوها عباد الرحمن، وما زلنا مع سورة الفرقان وما زلنا مع عباد الرحمن. كيقول سيدي مولاي هو كيحكي عليهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نعاودوا نرجعوا لهذا عباد الرحمن. قلنا سيد ربي سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم العباد ديالو، وصفهم بأنهم عباد الرحمن ماشي عباد الله، فباش يعني جعل داك النسبة أو الصلة يعني علاقتهم بالرحمة، رحمة سيد ربي، ربي رحمهم فاجعلهم من العباد المخلصين المخلصين، مخلصين لله مخلصين، خلاص في العبادة ديالهم، كيعرفوا غير الله تبارك وتعالى، ولهذا كيبان عليهم، كيبان عليهم في السلوك ديالهم مع الناس. ملي كيمشيو في الطريق يمشيو على الأرض هاونا، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، بالليل في ديورهم كيباتوا في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر، جزء من الليل، طبعا من الليل كاين جزء منه للنوم. أنا ربي ما خلق الليل إلا للنوم، ولكن كيفيقوا في الثلث الأخير من الليل وكيناجيوا الله تبارك وتعالى بعد ما كيكون كل شيء وما كينوضوا، لأن في الثلث الأخير من الليل كاين واحد الساعة كينزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي: هل من صاحبي حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ شحال من واحد فاز بهذا الغنيمة. قول أكثرية نطلب الله سبحانه وتعالى يهدينا كاملين. هذيك القيام ديال جزء من الليل، ولكن تستحضر نوض توضى وتصلي وعندك ديك الرغبه، وتستحضر انك امام سيدي ربي ودعي، صلي ركيعات بينك وبينه، بينك وبينه، وطلب سيدي ربي داك الشيء اللي بغيتي باخلاص، ويكون عندك اليقين بان سيدي ربي غادي يعطيك. فسيدي ربي كيقول على هاد الناس في الثلث الاخير من الليل كينوضوا كيصليوا، اش كيطلبوا؟ كيطلبوا سيدي ربي يبعد عليهم جهنم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه انها ساءت مستقرا ومقاما. ثم كيمشي كيعدد الصفات ديالهم،
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من تاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا كيدعيو الله تبارك وتعالى بالليل انه يبعد عليهم جهنم. العمل اللي كيديروه كيتقربوا به الله ويجعل ذاك العمل مقبول ويبعدهم من جهنم. لان جهنم الحظى فيها لا تقاس بالنعيم ديال الدنيا كلها. والو الحظى في ديك المصيبه ديال جهنم كينسى بنادم كاع تسولو ديك الساعه تقول له واش عمرك شتي شي نهار بيض تيقول لك ما عمري شتو. ان عذابها كان غرامه غراما بمعنى ملازما دائما وغرما يعني الغرم على الخساره الغرم الغارمين اللي كانوا عندهم الاموال ومبقاو مشاو لهم ديك الاموال كما تيقولوا حنا مشى يعني اصبحوا مفلسين كان لاباس عليهم بعد ولا هذاك غارم غارم فاللي في جهنم قلت لحظه ان عذابها كان غراما اي ملازما ما كيف ما كيناش كيبقى مع هذاك اللي العياذ بالله اللي في ذاك جهنم كيتعب لا ينتهي ما كيناش واحد 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 استراحه واحد فاصل لا ينتهي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالمؤمنين كيستعدوا بالله منها والعياذ بالله ربنا اصرف ابعد عنا عذاب جهنم ثم لما كيعدد الصفات ديالهم كيجي في الاخر كيقول لك من جمله الدعاء اللي كيقولوه هو على الوليدات ربنا هب لنا اعطينا راه قلنا شنو هب لنا الهبه هي لما كتعطي لشي واحد شي حاجه وما كتنتظرش منه يرد لك الهديه كتهدي ليه باش يهدي لك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تصافحوا تذهب الشحناء وتهادوا تحابوا شي المصافحه كتصافحوا كيبعد الله ذاك البغض وذاك الكره ثم تهادوا تحابوا كنهدي لك وكتهدي لي في المناسبات ولهذا الهديه بين الازواج مهمه جدا انما الهبه شنو هي كتعطي وما كتنتظر شيء تهاب له ولا تنتظر الاجر فإن قرنت يعني فيها النية ديال الإخلاص ربي كيجازي يعني كيجازيك في الآخرة كيعطيك من الأجر فهنا ربي المؤمنين كيقولوا ربنا هب لنا أعطينا وحنا قلنا الذرية راه عطيت مولانا راه حنا ما كنفهموش مني سيد ربي كيكتب للزوجين الحمل عند الزوجة وما كيستحضروش ان سيدي ربي راه وهب كيستحضروا ديك العملية اللي كتوقع بين الرجل والمرأة المرأة حملت ما كيستحضرش الرجل والمرأة ان هذاك الحمل هيبة من الله ربي عطاك ربي وهب لك لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهاب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فمره اخرى كنعاود نقولها كنا تكلمنا في هذا الموضوع هذا كنقولوا الشيء المراه مني تحمل ويكونوا عندك اربعه دراري خمسه دراري وهي ذاك الحمل لا يشكل خطرا عليها ولا على صحتها قبل الهبه ديال سيدي قبل الهبه ديال مولاك هذاك المولود راه الله ما نساش وراه يمكن يكون هذاك المولود هو اللب هو الفن هو الرحمة ولهذا مشكلة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعطينا بعد الزوجات الصالحات المرأة الرجل كيقولها يا ربي تعطيني امرأة صالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك الله يعمر لها الدار عمارة الدار كما تيقولوا لالا مولات الدار عمارة الدار
والزوج الصالح هو اللي من خدمته لدارو مقابل وليداته قاعد مع الزوجه ديالو مهلي فيها مهلي في الوليدات وصابرين بعضياتهم. ربنا هب لنا من ازواجنا، الرجل كيقول ربي هب لي زوجا زوجه صالحه، والمراه تقول ربي هب لي زوجا صالحا. من ازواجنا وذريتنا بجوجهم، اعطينا الوليدات الصالحين، هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين. ما معنى قره اعين؟ ما تقر به الاعين. ما معنى ما تقر به الاعين؟ ما يدخل السرور الى القلب، لما كتشوفها كتفرح. السيده ام سيدنا موسى عليه السلام لما وضعت سيدنا موسى، سيد ربي قال لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلهم المرسلين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدك فرددناه الى امه كي تقر عينها. خد الولد ديالها حطته في الصندوق ورمته بامر الله تبارك وتعالى، وبقى قلبها مشغول وعينها ما نعستش مشغوله، لم تقر عينها، ما قرتش، لم تستقر بالنوم، لم تستقر من الدموع، لم تستقر. فاذا اش كيطلبوا هما؟ المؤمنين هادو عباد الرحمن كيطلبوا ربي يعطيهم ازواج صالحين. الرجل كيطلب امراه صالحه والمراه كتطلب رجل صالح، ثم الاولاد اللي كيدخلوا السرور للقلب، لما كتدخل كيفرحك. وهذا الشيء حنا شناه الحمد لله. كتكون في الخدمه مهموم مغموم، اي كتدخل كيتلقاك الوليد البنيه كيبداو يلعبوا معاك يضحكوا معاك، ولا ربيتيهم مزيان كيكبروا معاك كتشوفهم كيفرحوا كيقراوا مزيان كيصليوا كيذكروا الله، ملتزمين في الدار ديالهم، ما كينصدع منهم. هذا هو هو هذا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اجعلنا ائمه للمتقين. الامام شكون هو؟ الامام هو الذي يتقدم الناس ويكون قدوه. الامام هو الذي يتقدم الناس لفضله او يتقدم الناس لمكانته، تنقولوا عليه امام. والإمام في الصلاة لأنه يتقدم الناس في الصلاة، فيصلي كيصلي بهم وكيتبعوه، وهو نائب عن الإمام الأعظم اللي هو أمير المؤمنين. هو متقدم لأنه لفضله ولمكانته، لأنه ملك، لأنه رئيس الدولة، لأنه رئيس البلاد، فمقامه عاليا. فالإمام هو الذي يتقدم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا ائمه في التقوى يقتدي بنا الناس. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا نحن ائمه في التقوى، والتقوى هي ملاك الامر كله. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. إذن هذا دعاء مهم جدا كيدعو به عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.